هذا عادي في جميع المجالات في جميع العلاقات، يكون دائما انتقادات دائما، غير ممكن وقع واحد سوء تفاهم مع ملكة الجمال اختارت، ولكن ما عطاتش. هذا هو اللي كنت نقول لك بان سألنا الاختيار، لان تنتظروا من هذه السيده هذه باش تعطي، لان كانت لجنه وازنه، وحنا راه صعيب، لان باش انا مستشاره شعبه المبيعين العرب وفي المجال، جيت حضرت بدون ماده ماديا ولا والو، جينا كحب لهذه المدينه. اي واحد بغى يدير شي حاجه مصلحة المغرب حنا سنوقفوا معاه، لان ديجا انا عندي في شعبه المبيعين العرب تكافل المراه والطفل، دائما تنعاونوا الطفل المتشرد، وحنا تنعاونوه تنمشيو الاسر تنعاونوها المراه في المراه وكذلك. دونك انا ماشي غادي نجي باش غادي نقدر نسيب شي حد، او غادي كيف تيقولوا هما بعد الدعايات اللي سمعت بان ما خلصوش ولا ما داروش، ما هادشي ما كاينش، هادشي ما كاينش، لان ملكة الجمال شنو تطلب منها؟ الجمال الروحي والانساني، وخذي سيري ديري سيري بحتي سيري سيري, سيري بعيد. كيف كنتي قاولتي انت مع رب السؤالات اللي دازو، اشنو غادي ديري كملكة الجمال؟ اشنو المهن ديالك؟ كيفاش تطرقي؟ شنو هو المواضيع؟ شنو الاشياء اللي ناقصه من المدينه ديالك؟ وكان هاد المجموعه ديال التسويق، اذا المفروض من ملكة الجمال ان تقدم صوره على بلدها وعلى مدينتها وعلى صوره على الشخصيه المراه المغربيه والاسره. جميع المجال جميع اللي ناقص اللي محروم منها مدينتها خصها تهضر عليها وتمشي بعيد، وتمشي ماشي تهضر في مدينتها تبقى واقفه في مدينتها. حنا ملكة الجمال هي انها خصها تفوت الحدود، تفوت الحدود ديال المدينه، واخا تكون في صالح الحدود وتجيب المدينه ديالها، يعني تمشي للقنوات، تمشي للبلدان، تمشي كسفيره كسفيره، ماشي حنا واخديناهاش ايماج. هي اصلا خدينا ملكة الجمال ما جميلاش جدا، يعني عندها الفيزيك لا باس به، باش نبينوا لهم لان ملكة الجمال راه ماشي الفيزيك، راه جمال الروح والفكره والافكار والثقافه والشخصيه والكاريزما. هل هناك معايير يعني مضبوطه حددت اللجنه يعني فهاد النسخه هذه، او اضافات اخرى بالنسبه للمعايير الكاستينغ الجديد؟ الجديد كاين، لان تعلمنا خدينا كثير فوائد من النسخه الاولى، خدينا منها بزاف، لان هذا شيء عادي في جميع الانسانيه، دائما تتعلم من الاخطاء، تتعلم اشياء، وزدنا اضفنا اشياء اخرى، وزدنا عاوتاني تم الاسئله شويه، حزمناها شويه، درنا اسئله شويه مهنيه اللي خصها تقوم بها ملكة الجمال دير وتفعل. وبالنسبه للمسلسل بالنسبه لمهرجان الفراعنه، هذا كاستينغ هو بحال تجربه اختيار، يعني معايير اختيار ديال اللجنه بالنسبه لملكة الجمال، يعني في اطار يعني استعداد النسخه الفراوله في شوتنبير، يعني هذا الكاستينغ هذا تماما هذه هي باش غادي نميزوا. حنا غادي نمشيو دابا غادي نديروا حوار وغادي نشوفوا شكون هي اللي تميزت على الاخرى، واللي فيها هذه الصفات اللي هي اللي غتمثل ملكة الجمال، واللي فيها صفات ملكة الجمال، ماشي على الفيزيك، على كيف هضرنا سابقا، على واش هي غتقوم فعلا بهذه المسؤوليه وتضحي بمدينتها وتضحي، لان هي مسؤوليه كبيره خاصها تقوم بها، راه ماشي راه بحال خادمه، راه خادمه ماشي ايماج، مش غادي تمشي بالدين، راه غادي تمشي غتمثل وغادي تعطي وغتاخذ وغتعطي، يعني راه غادي عندها بزاف ديال الاعمال تقوم بها، اللي غتقوم بها راه ماشي سهل، وحنا ماشي سهل علينا باش غادي صعيب باش نختار، صعيب باش نميزو فرع الاخرى، باش نلقاو فيها هاد الصفات هادي، باش نميزو فرع الاخرى، باش ما نتعداوش، باش ما تكون مصداقيه وتكون ما نظلموش حد، وهكا باش نضربو الهدف ديالنا.